من بعد ما شارك أنس وأصالة فيديو على قناتهم على يوتيوب بعنوان قلبنا شارع بيتنا لأكبر لوحة فنية، واللي ختموه بتشويق متابعينهم للفيديوهات القادمة اللي رح يعلنوا فيها عن مفاجأة كتير كبيرة. إن شاء الله الفيديوهات الجاية فيها مفاجآت. مفاجأة اللي حتعرفوا حتكون صدمة. أوكي استنوا يا الفيديو الجاي اللي بعده. أوكي كم فيديو لقدام؟ انقلبت السوشيال ميديا بوضع مجموعة من التخمينات ومحاولة معرفة موضوع المفاجأة، حيث عدد كبير من المتابعين كانت تخميناتهم أنه أصالة حامل. فبآخر فيديو بقناتهم كانوا عم بيجهزوا لغرفة ميلا الجديدة، فهل في بيبي جديد راح يعوض ميلا مستقبلا بغرفة الماما والبابا؟ كيفكم حالك؟ أنا صالة، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم أوكي يا جماعة، اليوم إحنا حسينا بالذنب. ميلا ما عندها غرفة نوم لإلها، ميلا بتنام نفس الغرفة اللي إحنا ما عم حاطين لها تخت، حاطين لها كل شيء، ولكن لهلأ ما عندها غرفة نوم. وكشفوا خلال الفيديو إنه تغيير كبير رح يصير، والمفاجأة كانوا بينتظروها من زمان. وكل هذا خلينا نرجع لللايف اللي جمع بين أنس وأصالة ونور ستارز قبل شهرين، وجواب أصالة كان كتير دقيق. سيستر براذر، طب أنت حنشوفك حامل، حطيت لك إياها على الضوء. أنا بدي من شي سنة سألية. أصالة ما كان بدي بس بالليالي. أوكي حبيبتي، أوكي يعني ممكن ليكي هلأ فرصة كتير حلوة انه انت قاعدين بالبيت طول الوقت، انه هلأ ما عندك شيء، لا تتعبي لا تسافري، قاعدة بتاكلي وبس. يا بتعدي خمس ست شهور، هي هلأ مقتنعة، هي اللي بدها هلأ. سو ان شاء الله. سأليني هالسؤال بعد شهر. لا بعد شهر حقلك كيف الحمل معك لو سأخذ. فيا ترى هل أصالة حامل بالبيبي الثاني؟ رح نكتشف هالشي في الأيام المقبلة. اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات.